افتح کا پہلے دکھائیے کلپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. اللہ جزاک اللہ. یہ ہماری بیٹی ہیں افضہ مریم مسعود یوکرائن سے تلاوت کلام مقدس فرماتی ہیں. یہ قاری ہیں ماشاءاللہ ابھی بھی اور آنے والے زمانوں کی بھی. تو ابھی ہم سیدھے لندن چلیں گے.